مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم بيوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. كل سنة وحضراتكم طيبين. انتهى شهر رمضان الكريم وكمان أعيادنا في طبعا مصر، كل الخير يا رب لمصر. قبل ما أبدأ أي حاجة، طبعا خالص التعازي هنا من أسرة برنامج المحترف وأسرة قناة النادي الأهلي لكل أسر شهداء الوطن العزيز في طبعا الحادث الأليم اللي كلنا يعني تفاجأنا به بعد يعني العيد مباشرة. يا رب يلهم طبعا كل أسر الشهداء الصبر والسلوان، ويا رب مصر دايما تكون في أمن وأمان. الحقيقة على يعني الساحة العالمية خلال الفترة اللي فاتت كان في أحداث كتيرة جدا جدا. النهاردة مع حضراتكم في المحترف هنحاول نغطي كل الأحداث على مستوى البريمير ليج، الدوري الإنجليزي اللي بيشتعل مرة أخرى طبعا بعد خسارة أو بعد تعادل ليفربول وفوز المان يونايتد المان سيتي. يشتعل مرة أخرى البريمير ليج، هنكون مع حضراتكم عشان كمان نغطي دوري أبطال أوروبا. طبعا حضراتكم عارفين وصول النهائي ريال مدريد وليفربول، ويعني زي ما بقول لحضراتكم نهائي الأحلام زي ما بنتكلم، ويمكن بالنسبة كمان لنجمنا محمد صلاح اللي كان بيتمنى هذا النهائي. ليه طبعا تصريحات كتيرة جدا على مستوى محمد صلاح وعلى مستوى كمان ريال مدريد اللي طبعا فاز من بدري بالدوري الأسباني. هيكون إن شاء الله بإذن الله متابعة كبيرة جدا لهذا النهائي الكبير من خلال المحترف. كل الأرقام وكل الإحصائيات وكل كمان اللي بيفكر فيه أنشيلوتي، اللي بيفكر فيه كمان يورجن كلوب، ده هيكون معانا النهاردة في المحترف. لكن كمان على مستوى الأحداث المحلية والقارية، كان النادي الأهلي، وبنبارك لفريق كرة اليد للنادي الأهلي بالفوز بالسوبر الأفريقي. ألف ألف مبروك لأبطالنا، إنجاز كبير جدا يحسب لأسرة كرة اليد في النادي الأهلي. ودايما النادي الأهلي هو الممثل المصري الأفريقي في الساحات العالمية. فريق النادي الأهلي لكرة اليد بيفوز على نادي الزمالك في السوبر الأفريقي وبيتأهل إلى طبعا كأس العالم للأندية. طبعا فرحة كبيرة جدا جدا وإنجاز يحسب لكل رجل في هذه المنظومة. يعني قبل هذه البطولة كانت بطولة غالية بصراحة، بطولة غالية جدا وبطولة جاية في ميعادها. كان في بعض الانتقادات بعض الأحداث، لكن الصورة اللي قدام حضراتكم خير دليل على أن النادي الأهلي دايما النادي الأهلي هيوصل لكأس العالم للأندية وبيمثل أفريقيا وبيمثل مصر في هذه البطولة الكبيرة. دلوقتي الأبطال موجودين في يعني خوض البطولة الأفريقية. ألف مبروك لفريقنا فريق كرة اليد بالفوز السوبر الأفريقي على نادي كبير، نادي الزمالك معروف من الأندية الكبيرة جدا جدا على مستوى كرة اليد، وعندهم فريق قوي فريق يحترم. ولكن يبقى الإصرار والإنجاز ويبقى روح الفانيلا الحمراء على جميع المستويات في كرة اليد والقدم والسلة وكل الألعاب، إذا كانت فردية أو حتى زوجية. أعتقد النادي الأهلي بيقدم ملحمة جديدة. كل التوفيق لأبطالنا الموجودين اللي قدام حضراتكم في البطولة الأفريقية، وكل التوفيق لممثل مصر وممثل أفريقيا في كأس العالم للأندية لكرة اليد. كمان عايزين نبارك لأبطالنا طبعا موسيماني والجهاز الفني وكل اللاعبين ومجلس الإدارة على الفوز الكبير جدا جدا برباعية على وفاق ستيف الجزائري في نصف نهائي البطولة الأفريقية. وعايز أقف بس شوية عند الجزئية ديت. عايز أقول إن يعني الدور اللي قام بيه موسيماني واللعيبة في ظل طبعا كان بعض الإخفاقات في الدوري المصري أو الدوري المحلي، أعتقد الصورة كانت واضحة جدا جدا إن اللعيبة دي مركزة، إن اللعيبة ديت عينها على البطولة الـ11 وإنجاز إن شاء الله بإذن الله يكون في صالح النادي الأهلي للحصول على زي ما بيقولوا الجوهرة السمراء طبعا الكأس الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي، في إنجاز لم يحدث بعد. كمان عايز أقف عند المباراة ديت، مش هتكلم على الفنيات، إن النادي الأهلي قام وقدم مباراة على أعلى مستوى، على المستوى الهجومي على المستوى الدفاعي. لكن خلينا نتكلم على نقطة مهمة جدا. قبل المباراة ديت كان اجتماع كبير جدا واجتماع مهم جدا جدا قام به الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في اجتماع زي ما بنقول كده قعدة مصارحة
قعدها الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني واللعيبة. واختصارا للكلام، الكابتن محمود الخطيب دايما في المواقف الصعبة بيظهر وبيكون، وانا كنت لاعب في النادي الاهلي وعارف ان القعده ديت اكيد كان ليها اثر ايجابي على هذا الفوز الكبير. هنتكلم على فنيات، هنتكلم على اداء ولا اروع لفرقتنا، كل اللعيبه في افضل حالاتها، موسيماني في افضل حالاته. كان مهم جدا جدا هذه المباراه، زي ما بقول لحضراتكم قبليها كان في بعض الاخفاق والانتقادات على مستوى الدوري المحلي، لكن تبقى جلسه الكابتن محمود الخطيب جلسه مصارحه. بصراحه قال لهم بصراحه، انتوا في النادي الاهلي واللي ناس الكلام ده احنا بنفكره تاني. النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اي بطوله بيخشها النادي الاهلي مطالب انه ياخد هذه البطوله. دي عادتنا ودي تقاليدنا، واللي مش قادر على هذه الضغوط يقول ان انا مش قادر. كانت جلسه مصارحه بصراحه، يعني كان بشكل اكتر من رائع. اعتقد كان ليها شيء من الايجابيه، شيء كبير من الايجابيه، لتفوق اللعيبه شويه. بلغه الكوره كده بتفوق اللعيبه. احنا الدوري المصري لسه احنا ان شاء الله هنتصدر هذا الدوري، ولكن البطوله الافريقيه دي في حته والدوري في حته، ولكن دايما جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي متعود ان لا بطوله تخرج عن دولاب النادي الاهلي. فبنقول مبروك للنادي الاهلي اولا على مستوى النتيجه، وكمان على مستوى الاداء. لعيبه مميزه جدا في هذه المباراه، بدليل كمان التشكيله يعني المثاليه لهذه الجوله، يعني يتصدرها نجوم النادي الاهلي. 5 لعيبه على مستوى التشكيله الرئيسيه في طبعا في هذه الجوله. بنتكلم على الشناوي، بنتكلم على علي معلول، ديانج، حمدي فتحي، بيرسي تاو. 5 لاعبين 50% من التشكيله، او يعني افضل تشكيله في هذه الجوله، في جوله السيمي فاينل على مستوى البطوله الافريقيه، يتصدرها نجوم النادي الاهلي. وكمان بيرسي تاو هو اللاعب يعني افضل لاعب في هذه الجوله. فمهم جدا حضراتكم ان المباراه ديت مرت بشكل اكتر من رائع، نتيجه كبيره جدا جدا. واللي عاجبني كمان تصريحات موسيماني بعد المباراه، بيقول لك لا لسه عندنا شوط تاني. يعني طبعا حتى كل الناس بتتكلم خلاص 4-0، ولكن حضراتكم عارفين وكره القدم ملهاش امان. ودي كمان رساله ببعتها للاعيبه النادي الاهلي، اللي ممكن جدا بعض الافكار يقول لك خلاص المباراه هناك سهله. لا، المباراه ما زالت صعبه. النادي الاهلي مطالب هناك كمان بكل التركيز، تركيز شديد جدا في هذه المباراه، ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه ونعمل اداء كويس ونتواجد ان شاء الله في المباراه النهائيه. كل التوفيق لفرقتنا النادي الاهلي للحصول ان شاء الله على النجمه ال 11 على تيشيرت النادي الاهلي، ويكون انجاز كبير بالحصول على البطوله الافريقيه 3 مرات على التوالي. طيب زي ما بقول لحضراتكم، حلقتنا النهارده عندها يعني دسمه جدا جدا، عندنا احداث كتيره جدا جدا، لكن خلونا قبل ما نخش على الصحف نتكلم في بعض النقاط والاخبار السريعه جدا. على مستوى البريمير ليج، 6 لاعبين يتنافسون طبعا على جائزه لاعب الشهر في البريمير ليج. وكشفت رابطه الدوري الانجليزي للمحترفين النهارده عن اللاعبين المرشحين للفوز بهذه الجائزه. طبعا محمد صلاح مش متواجد ضمن هذه اللعيبه، 6 لاعبين لاعب الشهر طبعا عن شهر اكتوبر في الدوري الانجليزي ممتاز. اعلنت الرابطه 6 اسماء زي ما قلت لحضراتكم، مش ما بينهم محمد صلاح نجم طبعا ليفربول ومنتخب مصر. كمان تضم الأسماء المختارة أي لاعب من صفوف ليفربول، على طبعا الرغم من تفوق الفريق والفوز في خلال المباريات اللي فاتت، لكن طبعا الشهر طبعا الماضي فاز محمد صلاح بجائزة هذه الشهر. لكن محمد صلاح مش متواجد، لكن القائمة المختارة طبعا ثنائي من مانشستر سيتي، البرازيلي جابرييل جيزوس والبلجيكي كيفن دي بروين، الكوري طبعا الجنوبي سون طبعا نجم توتنهام، وكمان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم المان يونايتد، لاعب ساوثهامبتون جيمس ورود بروس، واخيرا البرازيلي بروتو طبعا نجم فريق نيوكاسل. طبعا دول القائمه اللي اعلنتها رابطه الانديه الانجليزيه للفوز بجائزه الشهر. حضراتكم عارفين طبعا الشراع بيشتعل بقوه وبشكل كبير جدا جدا، طبعا بعد يمكن خساره ليفربول نقطتين مهمين جدا في مشوار القمه والصعود على قمه الدوري الانجليزي. كمان الفوز الكبير اللي حققه المان سيتي 5-0 على نيوكاسل، واصبح طبعا الفارق دلوقتي 3 نقاط كامله.
على يعني من ليفربول عن مان سيتي، وكمان فرق الاهداف. حضراتكم عارفين ان كمان بتحسم البريمير ليج من خلال النقاط، بعد النقاط كمان بيجي فرق الاهداف اللي اصبح كمان في صالح المان سيتي. من اخبارنا طبعا السريعه كمان نجمنا الكبير طبعا محمد النني. محمد النني بيقدم مستويات اكتر من رائعه في خلال الاسابيع اللي فاتت على مستوى البريمير ليج مع الارسنال، وارسنال يمكن بيتراجع عن رحيل النني وبيجدد تعاقده يمكن بعد شهور من طرح اسم محمد النني على قوائم اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي. لكن طبعا اختلفت الصورة خالص في الفترة اللي فاتت مع نجمنا الكبير محمد النني بعد التألق اللي بقول لحضراتكم اللافت للنظر في المباريات اللي فاتت. يمكن محمد النني خلاص أصبح عنصر أساسي في تشكيلة الأرسنال خلال الماتشات الأخيرة، والمدرب طبعا الأسبانيا أرتيتا طبعا بيدي كل الثقة لمحمد النني. وكمان كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن إن إدارة أرسنال بدأت أوريدي في فتح باب التفاوض مع محمد النني من أجل تجديد تعاقده مع الفريق في الفترة اللي جاية. طبعا محمد النني خلاص كان عقده هينتهي في شهر يونيو، ومن يمكن أسابيع أو أشهر كان محمد النني على قوائم اللعيبة اللي ترحل عن الأرسنال. ولكن بكل أمانة محمد النني بيثبت إنه لاعب كبير. انتقادات على مستوى المنتخب، كلنا كنا يمكن بننتقد بعض مباريات محمد النني، ولكن يبقى محمد النني نجم كبير جدا، واثبت دوت من خلال مباريات صعبه جدا. يمكن الارسنال خلاص اعتقد ضمن بشكل او باخر يعني تواجده في البطوله الاوروبيه في السنه اللي جايه. محمد النني بيقدم مستويات رائعه، ارتيتا طبعا المدير الفني كمان يعني بيمدح محمد النني بشكل كبير جدا، وكمان محمد النني عنده ثقة، وهو طلع قال في يعني مؤتمرات كتيرة جدا انه يريد البقاء في الارسنال. محمد النني في طريقه ان شاء الله للتجديد في الارسنال. طيب من الارسنال نروح للمان يونايتد، وبصراحة حال مؤسف جدا للمان يونايتد، وكان يعني موسم كارثي لمشجعي المان يونايتد وعلى مستوى طبعا رونالدو. رونالدو بيبلغ يمكن اللعيبة بآخر أخباره بالنسبة لبقائه أو رحيله عن المان يونايتد. يعني باختصار طبعا الأجواء كانت صعبة جدا هذا السيزون أو هذا الموسم لرونالدو. طبعا بعد انتقاله من اليوفنتوس رونالدو عمل شكل أكتر من رائع بصراحة في المان يونايتد، أحرز أهداف كتيرة جدا، ولكن حال الفريق كان صعب جدا. رونالدو يمكن قال لبعض اللعيبة المقربة ليه انه يعني بيرغب في البقاء في المان يونايتد، ولكن يتوقف طبعا هذا القرار على المدرب الهولندي الجديد اللي هيقود المان يونايتد في الموسم اللي جاي. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم وفقا لصحيفة ذا صن الانجليزية اللي بتقول ان رونالدو ابلغ زملائه بانه هيبقى مع الفريق في الموسم القادم اذا طلب منه الهولندي إريك تين هاج طبعا المدير الفني الهولندي الجديد للمان يونايتد بالبقاء. وبعض المصادر قالت ان المان يونايتد طبعا كلهم بيشعروا بشكل يعني خيبه امل كبيره جدا زي ما بقول لحضراتكم هذا السيزون، وكان رونالدو اكثر المؤثرين ايجابيا في الفريق. ولكن زي ما بقول لحضراتكم يعني المان يونايتد اعتقد هيطوي صفحه الماضي بشكل او باخر مع مدير فني جديد هولندي، مدرب شاب، مدرب عنده خبرات كبيره جدا، كمان مع وجود رونالدو اعتقد ان هو كمان يعني المدير الفني الهولندي بيقول ان هو متمسك بوجود رونالدو. كمان سريعا جدا نجم نابولي يقترب من برشلونه، نجم طبعا روز من يعني انضم او هينضم طبعا نجم نابولي اللي بيقدم موسم اكتر من رائع في السيريا اه. يمكن النادي الكتالوني ومدربه تشافي بيراقب هذا اللاعب منذ يعني سنوات. في تقارير قالت انه طبعا هيتعين على نابولي بيع رايس في طبعا صفقه في نهايه هذا السيزون نظرا لانتهاء عقده في نهايه 2023 او في يونيو 2023. طبعا رايس ده عنده 26 سنه بيقدم زي ما بقول لحضراتكم مستوى متميز مع نابولي هذا الموسم، كان طبعا من افضل لاعبي الفريق في هذا الموسم، احرز 7 اهداف وصنع 4 اهداف لزملائه. يعني زي ما بنتكلم مسؤولي نابولي يعني بداوا يتحدثوا مع رويز من سنتين على الاقل بشان تجديد التعاقد، وكانت توقفت يعني
التعاقد توقف ليه فترات طويله لغايه دلوقتي، وعرضوا خلاص نابولي عرضت هذا اللاعب للبيع. طبعا حضراتكم عارفين ان يعني الاحداث كتيره جدا جدا، وعندنا اخبار كبيره جدا جدا. يعني نتكلم كمان على كان صفقه كان الناس كلها بتتكلم عليها، هالاند. هالاند طبعا خلاص اعتقد تقارير واضحه وصريحه ان هالاند طبعا مهاجم بروسيا دورتموند هيكون متواجد في المان سيتي في الموسم القادم. تصريحات كانت قبل كده كان بيقول ان يمكن كل الناس كانت عايزه هالاند بصراحه على مستوى الدوري الاسباني، طبعا ريال مدريد، باريس سان جيرمان، المان سيتي، وكمان المان يونايتد، ولكن تبقى طبعا الصفقه في صالح مان سيتي. وتقارير بقول لحضراتكم خلاص يمكن الاعلان رسميا خلال الايام اللي جايه ان هالاند موجود في المان سيتي الموسم القادم. طيب نروح بقى للصحف ونشوف الصحافة العالمية والمواقع العالمية قالت إيه في الأسابيع الأخيرة. طيب ماركا الأسبانية، طبعا هنبدأ جولتنا النهاردة في أسبانيا. صحيفة ماركا الأسبانية اللي اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 1-0 في ديربي العاصمة الأسبانية في إطار الدوري الأسباني، وكتبت أتلتيكو مدريد يعني أتلتيكو مدريد لكنه في الطريق الصحيح، يعني أتلتيكو مدريد كان يعاني ولكنه في الطريق الصحيح للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم. سبورت الأسبانية ركزت على تطورات سوء انتقالات برشلونة وهدفه الأول المهاجم البولندي ليفاندويسكي، كتبت التعاقد هذا النجم الكبير كانت اهتمت بفوز، طبعا كمان اهتمت بفوز أتلتيكو مدريد على ريال مدريد 1-0 في الديربي، وكتبت أتلتيكو مدريد يهدر فرصا كثيرة لكن انتهى به الأمر ليفوز. نروح سريعا لإنجلترا، ذا سان الإنجليزية طبعا ركزت كمان على فوز المان سيتي على نيوكاسل بنتيجة كبيرة 5-0 طبعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وابتعاده في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ليفربول. وتصريحات المدرب الإسباني بيب جارديولا اللي قال فيها كل طبعا البلد ترغب في تتويج يورجن كلوب باللقب. كمان الصحيفة اهتمت بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المان يونايتد، وكتبت رونالدو سيبقى، ده طبعا صحيفة داسن اكسبريس الإنجليزية يعني كتبت في غلافها عن طبعا قفزة مانشستر سيتي، وقالت ان السماوي جعل الفارق بينه وما بين ليفربول 3 نقاط بعد طبعا خماسية نظيفة في نيوكاسل. وجاردن الإنجليزية كمان سلطت الضوء على هذه المباراة، وكان غلاف هذه المجلة تصريح بيب جوارديولا الخاص بأن الكل يريد تتويج ليفربول بالبريمير ليج. نطير على فرنسا ونروح للكيب الفرنسية اللي طبعا ركزت هذه الصحيفة على نتائج اللقاءات في الدوري الفرنسي بفوز أولمبيك مارسيل 3-0 على لوريان، وتعادل باريس سان جيرمان 2-2 أمام تروا، هزيمة أولمبيك ليون أمام ميتس 3-2. نروح لإيطاليا وكورير دي سبورت الإيطالية. يمكن هذه الصحيفة الإيطالية ركزت على فوز ميلان على فيرونا 3-1 واستعادة القمة الإيطالية، وكتبت ميلان يتجاوز فيرونا 3-1 وعلى بعد 180 دقيقة من اللقب. دي كانت طبعا الصحف العالمية وأخبار الصحافة العالمية خلال الأسابيع اللي فاتت. هنروح لفاصل سريع، بعد الفاصل إن شاء الله هنستقبل الناقد الرياضي المتميز أحمد مجدي عشان نتكلم فيه على كل حاجة، نتكلم على طبعا دوري أبطال أوروبا ونتكلم على البريمير ليج. خليكم معانا بعد الفاصل مع المحترف. اهلا بحضراتكم مره تانية، برحب بحضراتكم وبرحب بضيفنا النهارده الناقد المتميز احمد مجدي، هنتكلم معاه في كل حاجه تخص طبعا دوري ابطال اوروبا والمباراه، مباراه الحلم، المباراه النهائيه ما بين ريال مدريد وليفربول، وكمان على مستوى البريمير ليج وطبعا صراع المقدمه ما بين ليفربول والسيتي او سيتي وليفربول
طبعا سعداء بوجودك معانا يا احمد. اولا كل سنه وانت طيب. انت طيب عليك يعني عوده حميده للمحترف واحداث كتيره جدا في الفتره اللي فاتت، ولكن اهمها على طبعا الساحه العالميه وخاصه كره القدم اكيد البطوله او دوري ابطال اوروبا. شفت التنافس ازاي، وشفت كمان المباراه ما بين طبعا ريال مدريد، مباراه عظيمه ما بين ريال مدريد والمان سيتي، شفتها ازاي؟ الاول برحب بحضرتك يا كابتن، وسعيد جدا ان احنا التقينا على الهواء تاني. بالنسبه لمستوى التنافس اللي احنا بنشوفه حاليا في دوري ابطال اوروبا، فيعني هو شيء يخليك تطمح ان الكره العربيه والافريقيه والمصريه توصل لبعض من هذا المستوى وبعض من هذا التنظيم. انا بيلفت انتباهي جدا برضو ان رغم كل اللي حصل بعد ازمه كورونا، لسه الاتحاد الاوروبي محافظ على الجدوله المنضبطه للمسابقه. ده شيء في منتهى الصعوبه مع بالتنسيق مع الاتحادات المحليه. الامر كان ما حصلش فيه حاجه، يعني كان كل الدروبات اللي حصلت، كان الازمه اللي بتحصل حاليا في اوروبا. وبيني وبينك الناس بتتفرج، الناس نسيت اصلا ازمه كورونا وارتباطها بكره القدم نتيجه التنظيم اللي عمله الاتحاد الاوروبي اكيد يعني. بالظبط يا كابتن، والجماهير عادت بسهوله، وما رغم التوترات السياسيه اللي موجوده في القاره الاوروبيه كلها دلوقتي، الموضوع ما فرقش بالنسبه للمسابقه. تحس ان العمليه مؤسسه بشكل يعني بشكل مظبوط، كل حاجه محطوطه بجدوله منتظمه. ده بدايه. النقطه الثانيه، انا كنت شايف ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي، يعني بين فريقين متناقضين لدرجه كبيره جدا. فرقتين متناقضتين يعني ضد بعض، يعني لو عبرنا عن مفاهيم تخص مانشستر سيتي في الكوره هيبقى عكسها تماما ريال مدريد، اللي هو مانشستر سيتي فريق بيعاني من انه ممكن يعمل هجمات كتيره جدا في كل الماتشات، وما يخلقش ما يسجلش من الاهداف غير نسبه قليله جدا. ده عكس تماما ريال مدريد اللي هو ملك الواقعيه في كره القدم. من ناحيه ثانيه، لما بنتكلم على اكتر من 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 من, من, من شخص بيتحكم في قصه مداوره الكره في خط نص مانشستر سيتي وخط الهجوم، على العكس خالص احنا بنشوف فرقه ثانيه عند ريال مدريد باقل عدد من اللمسات بتعرف توصل لمنطقه جزاء الخصم، وبتعرف توصل للثلث الاخير بتاعه. فهي كانت مدرستين متباينتين في كره القدم بحجم جوارديولا وبحجم انشيلوتي، مع الماتشين وسيناريوهاتهم في الذهاب والعوده احنا كنا قدام تابلو كامل. صحيح. اما من حيث الاستحقاق في الماتش ده، فانا حاسس انه تصريحات ارسن فينجر لما بعد الماتش قال انا لو مكان جوارديولا واتسالت انا غلطت في ايه علشان اخسر مش هلاقي اجابه، ده اللي حصل فعلا. يعني اللي حصل انه كان الفرقتين يعني الاول مدرب. ده هيجيبني لسؤال تاني، وخلاص علاقه الريمونتادا في دوري ابطال اوروبا خلاص بقت مرتبطه بشكل جديد كبير جدا بريال مدريد. طبعا ناس بتتكلم على اجزاء ان في شخصيه البطل، وناس بتتكلم ان زي ما انت بتقول كده ان ممكن المان سيتي الاستحواذ وصناعه الفرص ولكن تسجيل اقل. في جزئيه ناس بتتكلم ان المنظومه الدفاعيه للمان سيتي مش بالقوه الكافيه اللي ممكن جدا، وظهر ده في مباريات كتيره جدا بتاثر بشكل كبير على النتائج. ناس بتتكلم على كمان الثقه الزايده لبيب جارديولا اثناء المباراه وضمانه للمباراه بشكل كبير جدا في الدقيقه 80، ده انعكس بشكل سلبي. انت شايف السيناريو ده حصل ازاي؟ على انهي جانب انت مع الجزئيه ديت؟ يعني وجهه نظرك ايه؟ يعني هو احنا لما بنلاقي فريق واحد بيعمل نفس الشيء اكتر من مره، خصوصا لو في مدد قليله، صحيح، وامام خصوم مختلفين، فايا كان تقييمنا لمفهوم الحظ والتوفيق نعينه على جنب دلوقتي، يعني في اختلافات يعني. لا ماشي، هنتكلم فيه في طبعا في جزء كبير من التوفيق. لا طبعا، بس ايا كان تقييمنا او اتفاقنا مع الجنب ده، انا متفق مع حضرتك ان في جانب كبير، بس خلينا نتكلم في العوامل الموضوعيه اللي بتكون بره الخلاف. صحيح. في عامل زي عامل الطاقة فعلا اللي ريال مدريد بيخلقها دايما عند لعيبته في كل مرة بيحتاج فيها نتيجة معينة عكس السياق. يعني هي فرق قليلة في العالم اللي فعلا عندها استعداد يكون الخصم أقوى منها فنيا، مستحوذ عليها، متفوق عليها، ويقدر يرجع في النتيجة المبارك. اللي هو زي ايه مثلا؟ بيلخص لك لقطة ناتشو في الدقيقة 81 أو 82، كان ريال مدريد في الوقت ده يا كابتن مش بس مغلوب في النتيجة، ريال مدريد ما كانش صوب ولا تصويب على المرمى في الدقيقة 82 من الماتش على أرضه في سانتياغو برنابيو، وناتشو بيكلم اللعيبة الصغيرة وبيقول لهم العبوا لحد الآخر. في أوقات تانية وفي ظروف تانية
1-0 انا محتاج جونين علشان العب اكسترا تايم بس، ولاعيب زي ناتشو لاعيب احتياطي في ريال مدريد مش لاعيب من القوام الاساسي. هي دي الفكره اللي ممكن بتخلق فعلا التفوق لريال مدريد عند اللعيبه دي في الملعب، وبتبقى اجيال يا كابتن، يعني بتبقى اجيال. الجيل ده في ريال مدريد شارب من النهايه بتاعه الجيل العظيم اللي اتشكل مع، يعني وكان فيه يعني الجزء الاهم منه النجم الاساسي اللي هو كريستيانو رونالدو في وجود زين الدين زيدان. الجيل ده بيتسلم حتى الصغيرين رودريجو وفينيسيو جونيور وكامافينجا وفالفيردي. ده بتتكلم على مستوى الروح، على مستوى الاجيال، وكل الاجيال شاربه من بعض الروح وشخصيه البطل زي ما بيقول. لكن تعالى لو انت على مستوى المدربين، يعني انشيلوتي بيعمل طبعا بيعمل ريكورد رائع بمدرب الوحيد في العالم اللي فاز بالدوريات الخمسه الكبرى. ونيجي نقارنه مثلا بجارديولا. انت شايف الاختلاف فين في المباراه اللي زي دي؟ هل ثقه زياده من جارديولا انه اطمن للمباراه؟ هل انشيلوتي عمل تغييرات معينه غيرت نتيجه المباراه؟ انت شايف على المستوى المدربين شفتها ازاي؟ هقول لحضرتك في خلال الماتش نفسه، انا كنت شايف فعلا اداره جوارديولا للمباراه اداره مثاليه، ومش متفق مع الناس اللي اتكلمت على خروج دي بروين في الشوط الثاني، وان ده خلى خط نص ريال مدريد يتحرر، لان خط نص ريال مدريد ما تحررش، فضل السيتي افضل لحد الدقيقه 90. بس اللي انا بتكلم عليه ان فعلا في فرق بين انشيلوتي وبين كل مدربين اوروبا في السنه دي، انه المناخ المستقر والهدوء اللي بينعم بيه ريال مدريد داخل وخارج غرفه الملابس، داخل الملعب وخارج الملعب، وان مفيش فعلا مشاكل تقريبا تكاد تذكر في ريال مدريد السنه دي كلها، جزء كبير منها يعود لانشيلوتي. طب انا هقف عند دي مجدي عشان نطلع لفاصل، لان كمان في سؤال مهم جدا، هل التنافس على مستوى البريمير ليج بالنسبه لجارديولا اثر عليه، صح، وبالنسبه لانشيلوتي كان ضمن الدوري الاسباني؟ نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية. احمد، كنا قبل الفاصل كنا بنتكلم على سؤال، هل في مباراه ريال مدريد والمان سيتي كان عامل حسم البطوله ليه اثر طبعا ايجابي على ريال مدريد وسلبي على المان سيتي؟ من الناحيه الذهنيه يا كابتن انا متفق جدا مع الراي ده، لانه لما بغض النظر عن الحاله البدنيه، كانت مانشستر سيتي حاضر جدا بدنيا، ولعب وانديه الدوري الانجليزي البيج فور بيبقوا حاليا هم الاقوى بالنسبه لي فنيا وبدنيا في اوروبا كلها، بس بالذات ليفربول ومانشستر سيتي، يعني اللي فرق فعلا وواضح انه اللي اهدى هو ريال مدريد، الاكثر هدوءا في اوروبا هو ريال مدريد، اللي لعبته فعلا حاسه بالهدوء الشديد وهي بتتعرض لموقف صعب هم ريال مدريد، فده ينعكس في قرارات متوتره بتلاقيها من لعيبه مثلا مانشستر سيتي، ممكن القرار دوت يتاخد بس يعني لعيب من بتوع مانشستر سيتي مثلا، القرار بتاع مودريتش اللي بوش الرجل الخارجي لرودريجو جويس ده ما يبقاش سهل في الدقيقه دي من الماتش، الدقيقه 82 83 هتبص تلاقي الاولويه ان انا اجري بالكوره واضمنها واستنى حد يطلع واستنى، لا، لعيب ريال مدريد حاليا لانه حاسم البطوله بدري، ده شق. الشق الثاني المهم عشان هو عنده مدرب اسمه كارلو انشيلوتي. انا كنت لسه اسالك برضو يا احمد، الهدوء ده نابع من شخصيه المدرب؟ في اختلاف، وانا كنت قبل الفاصل بتكلم معاك قلت لي انشيلوتي اتغير 180 درجه في عمليه الهدوء، في هدوء واضح على شخصيه انشيلوتي بينعكس، وده انعكس على الليجا الاسبانيه بشكل كبير جدا، وفاز بيها باسابيع يعني قبل نهايه البطوله باسابيع. في المقارنة الناحية التانية تحس ان جارديولا متوتر الى حد كبير، هدوء انشيلوتي وتوتر جارديولا كمان كان ليه عامل في هذه النتيجة؟ يمكن ال 90 دقيقة دول ما كانش ليه عامل بيتهيألي، بس عموما لعيب مانشستر سيتي لعيب الدوري الانجليزي متأثر بالمنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي، يعني صحيح؟ ده شيء أكيد. محسوم، والحاله المتوتره اللي دايما في مؤتمرات صاخبه ودايما كلوب بيرد على جوارديولا وجوارديولا بيرد على فلان وفلان بيرد على، عكس انشيلوتي اللي بينبز اي تصادم من اول الموسم حتى مع لعيبه بره الدوري الاسباني، يعني في لعيب في الدوري الاسباني كاسانو مثلا، انطونيو كاسانو طلع انتقد فكره حظ ريال مدريد، قال خلاص ماشي براحتك، الصيغه دي في التعامل والصيغه دي ما كانتش عند انشيلوتي. وكنت بكلم حضرتك في الفاصل عن ان تجربه بايرن ميونخ فرقت جدا مع لما اصطدم باللعيبه الكبيره هناك وخسر كل حاجه، حتى الريت بتاعه في الانديه اللي كان اللي بقى بيتحرك فيها قل كتير بعد فتره بايرن ميونخ. اعتقد انه انشيلوتي من اكتسب خبرات كتير انعكست على هدوء قرارات لعيبه زي بنزيما زي مودريتش زي كروز زي كازيميرو، انعكست انه بقى عنده وقت يطور لعيبه زي رودريكو وفينيسيوس جونيور بيلعبوا مواسمهم الاولى يمكن على المستوى الاوروبي الكبير دوت كلاعيبه اساسيه،
وواحد زي رودريجو بيفرض شخصيه كبيره جدا في سن صغيره. كامافينجا طبعا اللاعب الفرنسي الرائع كمان ظهر بشكل بالزبط. اكتر من رائع، يمكن كان في الفترات الاخيره ما بيظهرش لكن ظهر بمستوى اكتر من رائع. واضح ان انشيلوتي شخصيته اثرت على الفريق بشكل كبير، لان بعض الناس بتتكلم ان فريق متوسط اعماره عالي جدا وبيحقق هذه النجاحات، اكيد المدرب ليه دور. وكمان على مستوى هكلمك فيه على مستوى بعض المقولات المعروفه ان طبعا الاموال ممكن تصنع فريق قوي ولكن لا تصنع فريق بطولات على مستوى البطوله. فكمان هنا طبعا معدينا شاطرين جدا عاملين مقارنه ماليه ما بين ريال مدريد والمان سيتي، لو نعرضها وكمان نتناقش معاها. لان انت ايه رايك اولا في المقوله ديت؟ يعني هل فعلا ان وده منعكس كمان على بي اس جي على سبيل المثال، ان في اموال كتيره جدا جدا بتتصرف ولكن تبقى شخصيه البطل هي اللي تبقى للنهايه وفي الخطوط الاخيره الامطار الاخيره هي اللي بتحسم يعني البطوله لصالح الخبرات ولصالح شخصيه البطل؟ انا بتفق جدا 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 مع المقوله دي. الاموال ضروريه طبعا في الكوره بس هي لا تصنع فعلا ابطال، والدليل على كده هو ريال مدريد تحديدا. يعني ريال مدريد خد من وقته ومن فلوسه كتير جدا عشان يصنع جيل الجالاكتيكوس الشهير مثلا. مزبوط. جيل الجالاكتيكوس ما عملوش اي حاجه، ما خدش حتى بطوله ليجا، يعني اللي هو جيل الجالاكتيكوس اللي اتكون في 2004 2005 الجالاكتيكوس الكبير بقى بمايكل اوين بديفيد بيكام براؤول، خد الليجا مره من ريال سوسيداد بهديه من ريال سوسيداد، وبعد كده اخفق اخفاقات كبيره جدا، ووقت ما صفى اللعيبه الكبيره ديت عرف ياخد لقب الليجا تاني في 2008. بص الارقام احمد قدامنا، لكن يا طبعا قدام الساده المشاهدين، لكن في رقم استوقفني جدا، الانفاق على الصفقات. الانفاق على الصفقات ريال مدريد 31 مليون يورو، في المقابل المان سيتي 134,500,000. ده يعني على فرق كبير جدا جدا، اكتر من اربع اضعاف. وعلى العكس طبعا الريال بيتفوق. يعني شايف كمان المقوله اللي بتقول ان بيب جارديولا دايما ولسه يعني بعد التقرير قالت يمكن الفتره الاخيره طالب مليار يورو او مليار باوند للموسم الجديد، شايف ده ازاي؟ هل المدير الفني محتاج فعلا كل الاموال دي عشان ياخد بطوله؟ الفرق يا كابتن ده في كله في جريليتش، كله في لعيب وده لسخريه القدر زي ما بيقولوا اللي هو اسجل اللعيب اللي كان مصاب بانتقادات محل انتقادات كتيره جدا في الماتش نفسه بتاع ريال مدريد قدام ريال مدريد بالكره المهدره اللي اهدرها، كان ممكن يحطها احسن من كده، والكره اللي اختطفت منه في وتسببت في الهدف الثاني اللي ودى ريال مدريد اكسترا تايم. ريال مدريد كمان عرف يعني انه فلورنتينو بيريز بعد ما ادار النادي بشتى الطرق اقتصاديا وخد وقت تجربه كبيره جدا في اجيال كتيره جدا من اجيال ريال مدريد على مدار اكتر من 20 سنه في النادي، هو وصل لانه النادي يعني هي طبعا ده حصل بفرض الكورونا بفرض ظرف الكورونا، ولكن لما بدا في لعيبه صغيره فعلا بوتنشال تطلع في ريال مدريد وبالنسبه لريال مدريد هي المهرب الاقتصادي حتى زي اشرف حكيمي وقت ما النادي اتزنق باعه بمقابل كبير جدا لانتر ميلان، وقت ما بقى في ترويج للعيبه زي رودريجو وفينيسيوس واستقدامهم من امريكا الجنوبيه ورينيه خيسوس رينيه رخيسوس اللي راح بروسيا دورتموند وتم الترويج برضه بيه واستفادته ماليا، ريال مدريد لقى المعادله اللي فعلا تديله الاثنين. وده هيستمر على كده يا احمد؟ يعني هل تستمر هذه الامور الاعتماد على الاولاد الاكاديميه زي ما بيقولوا على لا طبعا هو بيطمح لصفقه ثقيله، هو بيطمح لصفقه ثقيله هي مبابي، ومبابي هيجي باقل التكاليف بالنسبه لريال مدريد لان هو خلاص يعني هو اللي بيحصل ده شبه اتفاق انه انا لازم اكمل في باريس سان جيرمان عشان ما تكسروش عقد، بس هتدوني راتب كبير جدا، ودي بالنسبه لريال مدريد معادله مرضيه جدا مع رحيل جاريث بيل اللي هو اعلى راتب دلوقتي في الفريق. لما هيمشي جاريث بيل هيبقى القطعه اللي مكانه هي مبابي، بس مبابي لعيب صغير شاب واعد نجم كبير جايب تطلعات كبيره وبامال كبيره، ما اخفقش في اي تجربه، ممكن ما اخفقش في اي ماتش، احنا شفناه ماتش حتى صحيح. 90 دقيقه يعني مش لعيب بتاع اخفاقات، لعيب الريسك فيه قليل جدا. فامبابي هيكون القطعه فعلا اللي تضيف لريال مدريد العنصر اللي ناقص بالنسبه له ده، واعتقد ان دي السياسه اللي هينتهجها ريال مدريد، لانه ريال مدريد مش بصدد بناء جالاكتيكوس جديد، لانه حتى اقتصاديا هو مش قادر مش هيقدر بالشكل طبعا. ده ولكن لما كمان بتبني على جالاكتيكوس صغير كده في الناشئين، يعني هو نقل الجالاكتيكوس من فوق لتحت شويه في الناشئين، فانت لو تبص لجيل ريال مدريد الصغير انت عندك جيل واعد جدا بفكره جديده على ريال مدريد، افكار جديده على ريال مدريد، يعني عندك ميليتاو
ألابا طبعا كبير شوية في السن بس ليدي يدي 3 4 سنين قدام. في خط النص فالفيردي وكامافينجا. باللي بيحصل مع داني سيبايوس، سيبايوس بيرجع آخر 9 ماتشات لعب 8 منهم، دخل التشكيلة في 8 ماتشات، دخل الملعب في 8 ماتشات من آخر 9 ماتشات. فاللي بيحصل مع تدوير اللاعبين، مع وجود خامات زي ماركو أسينسيو، مع وجود رودريجو جويس في الهجوم، مع وجود فينيسيوس جونيور، لو جاب مبابي الفرقة هتبقى شابة، كل ده يثقله بنزيما في السنة أو السنتين اللي فاضل له. ده منطق بناء مشروع جديد على ريال مدريد، لأنه ريال مدريد ما بناش مشاريع بالشكل ده في حاضرنا أو في الوقت متابعتنا احنا لكرة القدم. كان دايما بيعتمد على الوفاء الإسباني، الإسباني الأوفياء. صحيح. ومدعمين بثلاث أربع نجوم كبيرة من بره. صحيح. إسباني. صحيح. فده اللي جديد على ريال مدريد. بالنسبة لمانشستر سيتي وقصة بيب جوارديولا، فهو الراجل على صعيد الأهداف الكبيرة المدى يا كابتن، راجل نجح في كل شيء إلا شيء واحد بس، هو التتويج بدوري أبطال أوروبا. هو وصل لكل مراحل. ده هدف كبير برضه، يعني ده هدف كبير إنه ياخد طبعا البريمير ليج، ده كمان هدف كبير. لكن يبقى العقبة اللي قدام جوارديولا لغاية دلوقتي هو دوري الأبطال. هو جوارديولا يا كابتن، أنا أعتقد إن في جزء ليه علاقة بمشكلة عند جوارديولا، إنه لا يتنازل أبدا عن الريسك. يعني هو جوارديولا عنده الرغبة العارمة في الريسك. نجحت المرة الوحيدة اللي نجحت ده في الشامبيونز، نجحت مع برشلونة، لأن كان في عنصر اسمه ليونيل ميسي الشاب. الشاب ليونيل ميسي ده كان يقدر يخرجك من أي ريسك، مجرد ان انت تاخد ريسك بس هيحله لك ودخل فيك جون. يعني مثلا ماتش ارسنال جوارديولا عمل 40 50 ريسك، ميسي جاب له 4 اجوان لما كان ارسنال 1-0، الماتش خلص 4-1، الاربعه ميسي. النماذج دي ما عادتش موجوده تاني في الكوره بعد، يعني ميسي هو بيجي مره واحده في العمر، ميسي ده بيجي مره واحده في العمر. فمانشستر سيتي بيدفع احيانا ضريبه ريسك جوارديولا، ولكن لو بص كمدرب، يعني هل الفلوس دي انفقت في الارض؟ لا، ما انفقتش في الارض، بس هل الفلوس دي كان يمكن استغلالها بشكل اكبر في بناء مشروع؟ هنا بقى اللي ممكن نطرح التساؤلات. هل جوارديولا كان يقدر يبني مشروع اكبر من ان انا اجيب لعيبه الدوري الانجليزي ولعيبه الدوريات الكبرى اكتر من كده، وان انا استقدم اسماء فعلا تمشي بدماغي وبالتكتيك على سبيل المثال؟ يمكن اللي قام بدوت طبعا يورجن كلوب، قام بصفقات اكتر من رائعه باسعار باداره رياضيه كامله. هي يعني محمد صلاح، بعد كده السنه ساديو ماني، بعد كده السنه اللي بعدها محمد صلاح، بعد كده 3 4 سنين ويدعم خط النص بقطع زي تياجو الكانتارا. تبص تلاقي خط نص يعني مرعب، اسماء متابعه قبل كده زي جوتا من ولفرهامبتون، واخيرا كمان اسماء لويس دياز لويس دياز من بورتو. هنتكلم معاك يا احمد كمان على محمد صلاح بالتفصيل كمان، ونتكلم على النهائي الحلم ما بين طبعا ريال مدريد وليفربول، بس بعد هذا الفصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، برحب بيك يا احمد مره ثانيه، وبنتكلم على المباراه النهائيه. وقبل الفصل كنا بنتكلم على محمد صلاح. محمد صلاح طبعا من خلال حتى سالوه قبل المباراه ما بين المان سيتي والريال، وقال ان انا بفضل او اتمنى وصول ريال مدريد للمباراه النهائيه. بس عايزين هنشوف فيديو لمحمد صلاح. طبعا محمد صلاح منذ ايام قليله حصل على افضل لاعب في البريمير ليج هذا العام، ويزال التالق ويزال الاستمرار في التالق، وده مهم جدا. الاستمراريه هي سمه محمد صلاح في التالق وتحطيم الارقام، هي سمه محمد صلاح خلال المواسم اللي فاتت مع ليفربول. ان شاء الله خلال المواسم اللي جايه نشوف فيديو لمحمد صلاح وتالقه المستمر مع ليفربول، ونرجع مع حضرتك. اكيد كلنا سعداء بتالق محمد صلاح، واحمد دايما بياخدنا هذا التالق للكره الذهبيه. هل محمد صلاح يعني خلاص دلوقتي بقى المنافس الاكثر، يعني ان شاء الله منافسه على هذه الجائزه، ام كمان ظهور بنزيما في الفترات الاخيره قد يعني يعقر الامور شويه، وكمان وجود ساديو ماني بعد طبعا ما قاد بلاده بالبطوله الافريقيه والوصول لكاس العالم برضه هيكون منافس قوي؟ شايف الامور رايحه ازاي؟ يعني انا شايف محمد صلاح من اكتر المنافسين، يعني اعتقد ان هو يعني ضامن مكانه في القائمه القصيره، يعني القائمه القصيره اللي هي الثلاث لعيبه، واعتقد انها تكون مكونه من الاسامي اللي حضرتك قلتها دي، يعني بنزيما وساديو ماني وصلاح، ايا كانت النتائج اللي جايه. لانه اولا نظام الكره، ايا كان النتائج اللي جايه ولا النتائج اللي جايه ممكن تحسم، لا هو نظام الكره الذهبيه السنه دي لاول مره هيبقى بالاداء الفردي طول الموسم، فكل اللي حصل ده يعني قصاد الاداء الفردي في الموسم هيبقى مختلف، بس هيكون في استثناء في يعني البند دوت هيبقى متاخد بعين الاعتبار بس. بالظبط، انما مش هيكون البند الرئيسي. فاعتقد هي دي الاسامي اللي يعني قياسا للاداء الموسم كله، وهيبقى كمان ليه علاقه بالموسم الرياضي في الانديه بس،
لانه معموله قبل كاس العالم، يعني كاس العالم مش هيبقى انكلودد في النتيجه، عكس كل سنه كاس عالم كان يعني مثلا رونالدينيو وزيدان وجمعهم كانافارو كده، عشان ايطاليا خدت كاس عالم كانافارو خدها منهم، مع ان رونالدينيو كان واخد شامبيونز وزيدان كان عامل احسن كاس عالم في تاريخه في 2006، حتى احسن من 98 اللي فرنسا خدتها، بس اللي هو كاس النطحه الشهيره بتاعت ماتيراتزي. بس اللي اقصد اقوله يا كابتن انه اداء فردي يبقى صلاح وبنزيما ما لهمش تاني، يعني اداء فردي السنه دي صلاح بنزيما فقط لا غير، ينافس معاهم ماني، ينافس معاهم دي برويني، بس لو حطينا اداء فردي في كفه قياسا لكل اللي حصل، فانا شايف ان كريم بنزيما بصراحه هو افضل لاعب في العالم السنه دي قياسا للمستوى اللي معاه لعيبته، يعني السكواد اللي مع ريال مدريد والسكواد اللي مع ليفربول، ومدى تدخل كريم بنزيما المباشر في تغيير نتيجه كل ماتش. كريم بنزيما السنه دي يعني يستحق عن جداره جائزه افضل لاعب في العالم حتى وقتنا هذا، بس محمد صلاح يقدر يقلب الامور في انه يقدم اداء استثنائي لا ينسى في نهائي الشامبيونز ليج، يعني هي دي النقطه، لو انه مثلا تخلص بشكل تاريخي مثلا، انه مثلا محمد صلاح يجيب هاتريك مثلا، فيبقى الموضوع في الميزان بدرجه كبيره، يدخل اول الموسم الجديد لحد ما الكره يعني الدوريات تتوقف عشان كاس العالم، يدخل مكتسح مثلا صداره هدافين الدوري الانجليزي، وكريم بنزيما برضه يعاني شويه من قله التوفيق او حاجه، هنا نقدر نعادل الكف، بس انا اعتقد بالظروف الحاليه محمد صلاح ضمن الوجود ضمن الثلاثه الاوائل، اما الـ 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 الافضل بالنسبه لي السنه دي هو كريم بنزيما ككره. عامل موسم استثنائي كريم بنزيما، وزي ما انت بتقول يمكن كريم بيظهر في الاوقات الصعبه بشكل اكتر من رائع، ريمونتادا على مستوى تشيلسي، على كل مستويات دوري الابطال، حتى على مستوى الليجا اعتقد 28 هدف في الليجا الاسبانيه. لكن عايز اخدك وهاخد رايك بس بعد ما نسمع تصريحات كتيره جدا بعد وصول ريال مدريد للمباراه النهائيه امام ليفربول، وفي تصريحات كتيره جدا بتتقال خاصه على مستوى محمد صلاح. نشوف محمد صلاح تصريحاته الاخيره قالت ايه، ونرجع ناخد راي ناقدنا الكبير احمد مجدي. دي كانت طبعا تصريحات صلاح، شايفها ازاي يا احمد؟ هقول لحضرتك، يعني انا ليا وجهه نظر في تصريحات صلاح المره دي بالذات، يعني ممكن تكون خارج الصندوق شويه. صلاح فعلا يريد مواجهه يعني ده الشعور الاصيل، ان هو فعلا عايز يلعب ريال مدريد عشان ياخد بالثار، بس دي كانت مره تصريحات من اربع تصريحات في ثلاث ايام لصلاح عن ريال مدريد. ده بياخدنا شويه لطريقه اداره ملف تجديد التعاقد اللي صلاح عايز يمشيه مع ليفربول، لانه صلاح مش بس اللي يعني في رامي عباس في الموضوع. أكيد. رامي عباس يعرف جيدا كيف يخاطب الصحافه الاسبانيه بالذات، لانه يعني من واقع عملي قبل كده في الصحافه الاسبانيه، الضغوطات اللي بتحطها الصحف المنتميه لريال مدريد على ميركاتو بشكل عام احيانا باعاز من ريال مدريد، وكذلك الموندو والسبورت باعاز من برشلونه، غير اي ضغوطات في اوروبا يا كابتن. يعني لما محمد فاعتقد ان رامي عباس او ان محمد صلاح باستشاره رامي عباس او يعني حب يتصدر الاغلفه خلال من هنا لحد ده ماركتنج على الترانسفير، يعني لو ما جددش يبقى في بيعمل له هو احنا دلوقتي النهائي هو صلاح في اس ريال مدريد، صلاح فيرسس ريال مدريد حاليا كل العالم ما بيتكلم عن النظريه دي، هو مش محتاج ده لترويج نفسه، بس هو محتاج ده كورقه تجديد ضغط على ليفربول. بس ده ما بيحطش بعض الضغوط عليه هو شخصيا؟ على سبيل المثال يعني كان في بعض الردود من بعض لاعبي ريال مدريد على تصريحات صلاح، بس ده ما بيحطش صلاح نفسه تحت ضغوط المباراه بشكل او باخر، يعني لا قدر الله، لا يعني لمحب ريال مدريد لو كسبوا هتبقى الامور فيها انتقادات اكتر على محمد صلاح، وفي حاله لو كسبوا او ليفربول كسب هيكون طبعا حاجه كويسه لصلاح. التصريحات دي في وقتها صح؟ يعني هل هي محسومه بشكل زي ما انت بتقول على شكل الماركتنج لمحمد صلاح في الليجا، ولا ممكن تتاخد على محمد صلاح في وقتها؟ يعني هو ما عارف، لو كانت القصه انها تتاخد عليه ان هو مثلا يكون غلط او ان هو زاد حدته، هو حدته ما كانتش زي هو بيضحك، هو الكلام يعني. لا هو الكلام مظبوط، يعني كلام هادي، بل على العكس يعني يدي فيدباك عن محمد صلاح، صوره عن محمد صلاح انه فعلا راجل محترف بما فيه الكفايه، لعيب بلغه الكره جز على اسنانه دايما، عايز يكسب الفرقه اللي كسبته قبل كده، فدي ما فيهاش مشاكل. بس اللي محمد صلاح بيتهيأ لي ان هو عايز يضيفه من خلال التصريحات دي، ان هو يعني يقول لليفربول انه انا موجود على صحف اسبانيا دايما في الوقت الحاسم من الموسم،
فوقت ما النهائي هيخلص ايا كانت نتيجته، ومحمد صلاح مش اللاعب اللي الضغوط الكتيره دي بتاثر فيه، بل على العكس ممكن تخليه يقدم اداء افضل، مش هتحط عليه لود ولا حاجه، هيبقى في ملف في تجديد التعاقد بعد ما الموسم ما يخلص، في 400,000 او 450,000 استرليني محمد صلاح طالبهم، وده حقه. واللي عايز اقوله ان ده مش لقم ومش لا، هو الليفل ده من النجوميه يا كابتن بيتطلب التعامل ده في الماركات. هو ده محمد صلاح دلوقتي زي ميسي وزي رونالدو بالظبط، هو ده الرقم الطبيعي اللي ياخده محمد صلاح. مش بس رقم، حتى اداره الميركاتو. يعني انا في حد مش متخصص الصراحه كاتب انت حولت الدوري الانجليزي البورصه وبينتقد محمد، لا العمليه مش كده، العمليه انه هو ده ليفل النجوميه اللي بيبدا النجم يحدد فيه ازاي يكون التعامل في الميركاتو، يعمل ايه تاني؟ طيب يعني داخل على ثالث مره، ما يطلبه محمد صلاح هو يستحقه ليه. يعني اللي يقول كده يكون ظالم، ولكن قد تصطدم بسقف طبعا رواتب ليفربول، لكن كل دوت ان شاء الله محمد صلاح في اعتقادي الشخصي هيكون متواجد في ليفربول، في اعتقادي ده الافضل لمحمد صلاح على مستوى الاربع سنين اللي جايين. لكن كمان ارقام محمد صلاح، ارقام محمد صلاح ارقام رهيبه خلال المواسم الماضيه، خاصه زي ما قال محمد صلاح مع يورجن كلوب، اللي حتى كنت بتكلم مع احمد ان هو طور محمد صلاح على الشكل الهجومي بشكل اكتر من رائع. هسيب حضراتكم مع ارقام عظيمه لمحمد صلاح في البريمير ليج، ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل عشان نتكلم بقى على ملحمه البريمير ليج والتنافس الشديد ما بين المان سيتي وليفربول. اهلا بحضراتكم، هنرجع مع حضراتكم الفقره ديت طبعا خاصه بالبريمير ليج، وطبعا بيشتعل البريمير ليج يمكن بعد تعادل ليفربول امام توتنهام 1-1 في الانفيلد، وفوز طبعا كبير جدا للمان سيتي على نيوكاسل 5-0. احمد، الامور تقدر تقول اتصعبت على ليفربول بعد طبعا فوز كبير والتعادل، تعادل مش هقول بطعم الهزيمه، لكن كان تعادل صعب جدا لليفربول امام توتنهام. طبعا توتنهام صعب المسائل جدا على ليفربول في ماتش كان معقد جدا ومتقفل جدا من طرف توتنهام، واستغل النجاعه بتاعه هاري كين وسون وسيسنون في لقطه الهدف، وهاري كين باين انه لعب تقيل قوي قوي في الجون ده، الاستلام والصبر على حد ما الباك ليفت طلع، والباك ليفت طلع ظبط منظور كده. لا جول حلو قوي، جول حلو جدا. الناحيه الثانيه مانشستر سيتي طبعا ما رحمش، لان الفرصه دي معناها انه كمان يقدر يخلص، يعني اللي الناس مش واخده بالها منه ان السيتي ممكن يخلص اليومين دول الدوري كله. لو تعثر ليفربول بالهزيمه قدام استون فيلا ومانشستر سيتي كسب بنسبه 95% الدوري مع رقميا مع مانشستر رقميا ست نقاط وفرق الاهداف، فرق الاهداف لصالح مانشستر سيتي لدرجه كبيره، يعني الانجليزي اهداف مش مواجهات، مش طيب. مواجهات مباشره، فيريح نفسه شويه جوارديولا من الضغوطات الشديده اللي عليه، اللي بانت جدا في المؤتمرين الصحفيين الاخيرين اللي كان كلهم منصب على ريال مدريد والهزيمه منه ومين غلط والمشروع وشيخ منصور والتوتر ده كله، وبالذات المؤتمر الصحفي بتاع امبارح اللي بدا ينابز الصحفيين ويزعق فيهم والكلام ده، لانه حاسس بالتوتر الشديد. هو يعني تفتكر كمان ده حرب الحوارات والبيانات، وان جوارديولا طلع قال علنا انه كل الناس عايزه ليفربول تاخد الدوري، ده منطق برضو انا بستغربه في مدرب كبير زي جوارديولا في التوقيت ده بالذات. يعني هو المدرب الغريب في بلد تانية، اولا بيبقى فيه شويه ايه الهاجس، خصوصا ان حصل تحقيق اتقال رابطه الانديه الانجليزيه هتحقق في مزاعم فساد تخص مانشستر سيتي، وان الخبر ده يتصدر بالاسلوب دوت في الوقت ده من الموسم، ده يمكن اللي حاسس جوارديولا انه بعدم دعم في المؤتمرات الصحفيه. يعني مثلا في صحفي امبارح بيساله بيقول له إيه انت لو حققت البريمير ليج دي هتبقى حققتها رابع مره في 5 مواسم، وده شيء لا الى حد ما انجاز كويس. قال له الى حد ما، انت بتقول الى حد ما اربع دوري انجليزي في 5 مواسم هو الى حد ما انجاز كويس. فالاحساس بالمظلوميه اللي حاسه بيب جوارديولا والكلوب ما ردش عليه النهارده غير بالضحك. طبعا البلد انجلترا وفرت له تسهيلات كتيره جدا عشان ينفق مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينيه في انه يجيب كل الصفقات اللي هو عايزها، في انه احيانا تم توسيع قاعده اللعب المالي النظيف بما يناسب قدره الانديه اللي لها ملاك خارجيين على انفاق الاموال، وكان اكثر المستفيدين من دوت مانشستر سيتي بدرجه اقل مانشستر يونايتد اكثر من اي فرق ثانيه في البريمير ليج. فاحيانا بتبقى اللحظات بس اللي احنا بنبقى متوترين فيها بنبقى حاسين ان كله جاني علينا. طب تعالوا نشوف اللحظات توتر جوارديولا، نشوف قال ايه ونرجع لحضراتكم.
طبعا جارديولا يعني يتمنى طبعا الوصول لاخر مباراه في البريمير ليج امام استون فيلا بالحصول على البطوله، لكن لا يزال بيتكلم ان احنا لسه قدامنا عدد من المباريات. اتكلم زي ما انت قلت على فارق الاهداف اللي هتحسم في حاله تساوي النقاط. شايف فرص، هل فرص ليفربول ما زالت قائمه للعوده ولا الامور اتصعبت جدا على ليفربول ومحمد صلاح؟ لا حسابيا هي لسه كبيره يعني عاديه يعني في المتناول، 3 ماتشات 9 نقط لكل فريق. اي تعثر لدوات معناه ان ده على طول هي 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 هيخش مكانه وان كان التعثر بالتعادل مثلا لمانشستر سيتي هيدي فرصه لسه لمانشستر سيتي، بس اي تعثر بالهزيمه هيعقد الحسابات جدا سواء ده او ده. ليفربول لسه عنده الماتشات ما فيهاش فروقات كبيره بين الثلاثه، يعني ليفربول عنده استون فيلا وعنده وولفرهامبتون وعنده ساوثهامبتون بيتهيألي او ساوثهامبتون، الاثنين عندهم استون فيلا وولفرهامبتون وست هام، فالانديه كلها برضو ما فيش قريبه برضو ما فيش خصوم. هي يمكن كانت مباراه توتنهام هي كان عليها الامل الكبير للمان سيتي وطبعا جوارديولا وقد كان فعلا. يعني خلينا نتكلم على مباراه نيوكاسل. كان باين جدا ان كمان في زي ما بيقول جارديولا كان شويه غضب من الجماهير للخروج طبعا في امام من دوري الابطال، وكان الرد سريعا وكان الرد ب5 اهداف. شايف ده ممكن يكون ليه اثر كبير على نتائج الفرقه الفتره اللي جايه؟ يعني انا متفق جدا مع جوارديولا انه ما فيش غضب، يعني لان جمهور مانشستر سيتي عموما الجماهير دي في الليفل ده من الكره الانجليزيه ما بيطمحش لحاجات كتيره تخص قصه دوري الابطال. يعني خلينا نرد الموضوع لمستوى مانشستر سيتي الحقيقي. يعني انت تفتكر ان مشجعي المان سيتي كان بالنسبه لهم البريمير ليج افضل من دوري الابطال؟ بالنسبه لمشجعين مانشستر سيتي اخر 10 سنين كل اللي بيحصل ده حلم، يعني كل اللي بيحصل ده جزء من حلم كبير، ان انا عندي احسن لعيبه في العالم وعندي كل الفلوس دي وعندي جوارديولا، كل ده حلم ما كانوش يتوقعوا ان هم يعيشوه. فبالنسبه لهم الوصول للمراحل دي في الشامبيونز طبعا مش هقول لحضرتك ان هم يكرهوا ياخدوا شامبيونز مثلا ولا ما يزعلوش لو طلعوا من نص النهائي، بس ان حاله الغضب والاستياء وده المصطلحات دي مصطلحات صحفيه جامده يعني علشان الموضوع يبقى ترند او كده، انما هو مش حقيقي مش واقعي. اللي الانديه الغضوبه دي في انجلترا هي مثلا مانشستر يونايتد وليفربول، وبدرجه اقل حط ارسنال وتشيلسي مثلا، هي دي الانديه الغضوبه اللي جمهورها متطلب اللي كان. انما مانشستر سيتي كل الناس سعيده، يعني 5 قدام نيوكاسل هو شيء سعيد جدا لجمهور مانشستر سيتي، الفوز في ديربي مانشستر شيء بالغ السعاده لمانشستر سيتي، الفوز ب7 أو 8 بريمير ليج في اخر 10 سنين ده شيء حلم الجماهير مانشستر سيتي. فانا متفق جدا مع جوارديولا انه بيشخص الامور بالشكل ده، ولكن برضو الصدمه اللي حاصله هي سبب كل التوتر ده، الصدمه اللي حصل في ماتش السيناريو الماتش نفسه فعلا هو ده اللي يصدم اللي يخلق الحاله دي من التوتر ويخلي اي حد فعلا متربص بمشروع جوارديولا او على الاقل مش متربص بيتابعه بعين النقد او بعين الملاحظه يبص يقول له هو انت ليه بقى بيحصل ده معاك دايما؟ هو ليه مثلا بتنزل نهائي الشامبيونز ليج قدام تشيلسي ما بتعملش ولا شوتون تارجت وانت مانشستر سيتي؟ طب ما ده شيء غريب، ده شيء فعلا يطرح النقد والجدل. ليه لما يبقى 1-0 ليك بيدخل فيك جونين في الدقيقه 90؟ لان ده هل ده يعني ضعف شخصيه فعلا؟ هل ما كنتش تقدر توصل الماتش لبر الامان اكتر من كده؟ هل ده يعيب فيك كمدرب؟ هو بعد الماتش على طول في المؤتمر الصحفي بعد الماتش قال ربما انا لست جيدا بما فيه الكفايه مثلا، الجمله دي ما تمش التوقف عندها كتير، لانه جوارديولا فعلا بدا يشعر انه السيناريوهات اللي بتحصل محتاجه تفسير، احيانا يكون السيناريو محتاج تفسير، يعني زي ما كنا بنقول في ناس كتيره قطاع كبير يمكن انا منهم متفق ان اللي بيحصل مع ريال مدريد على سبيل المثال في جزء كبير من التوفيق والحظ، بس زي ما قلت لحضرتك تكرار الشيء هو قدام خصوم تانيين لازم يبقى محل دراسه، ده اللي جوارديولا بيفكر فيه دلوقتي، وده اللي خالق النوع ده من حالات التوتر، ان نهائي الشامبيونز ليج كان قريب جدا، قريب على مسافه ثواني خلاص كل الناس يعني ثواني. خلاص يعني انت قدامك 4 دقائق وتبقى في نهائي دوري الابطال واقيس فجاه وعشان شيء ما حصل بتتقل. لا وعشان شيء ما حصل انت ما بقتش هناك، فهو مش فاهم الشيء ما لحد دلوقتي يعني. فبيتهيألي مثلا التقارير شبه المؤكده بان هالاند وصل النهارده
او يعني ان هو يعني خلال الاسبوع دوت هيتم الاعلان عن دفع مانشستر سيتي قيمه الشرط الجزائي عشان هالاند يجي. بالتالي دي الحته الفاصله في مشروع مانشستر سيتي، انه يجيبوا المهاجم الاسترايكر اللي يحاول يحول كل الكور والفرص ديت لاهداف. فهنا النقطة اللي ممكن تحول شوية تفكير جوارديولا من التفكير الكلاسيكي ان ما عنديش مهاجم صندوق، ان ما عنديش مهاجم تسعة، لشكل تاني ممكن فعلا يكون باصص فيه لدوري ابطال اوروبا اكتر من اي شيء تاني. صحيح. احمد طبعا كالعادة متألق ودايما بتسعدنا بوجودك معانا، بنشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك، نورتنا وسعيد جدا ان انا التقيت بحضرتك. شكرا ليك يا احمد. كمان شكر واصل لحضراتكم، وان شاء الله ميعادنا الخميس القادم مع حلقة جديدة ويوم جديد من المحترف.